خلاص بارك الله بارك الله والمير قام بيكم الله يبارك الحمد لله الله يبارك شكركم خير من اليوم السلام عليكم شكرا. فيما يخص هذا الحريق المسجل على مستوى بلدية الحوضان لابد من الإشارة بالتدخل كل مصالح الدولة بدءا بالحماية المدنية محافظة الغابات أو كل البلديات والدوائر المجاورة، كما كذلك أشير إلى أن التدخل السريع لمصالح الدرك الوطني الذين يعني تمكنوا من إيقاف ثلاث أشخاص المصالح الأمنية درك وطني أو جيش وطني، يعني تم توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم وهم حاليا قيد التحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني.